مرة فتح دماغ أخوه. مرة فتح دماغه، دي حاجة بسيطة كده يعني اللي هو على الماشي. لا بكلم بجد. يعني لا هو ما انا قلت لك كان شيء جدا وكثير الحركة وصعب السيطرة عليه. ليه المكالمة؟ ليه يا ماما؟ تحبي تقولي ايه لمحمد يا طنط كوكب؟ مفيش غير ان ربنا يراضيه ويرضى عليه يا رب، ويخليكي ليا ويوفقه ويوسع رزقه ويحبب فيه خلقه وحصى ارضه يا رب حبيبتي، وما يحرمني من رضاكي ودعوتك الحلوه دايما. ربنا يخليكي ليا يا امي. صباح الفل عليك يا احلى طنط كوكب في الدنيا حبيبتي. يعني صباح الفل عليك يا حبيبتي، احلى دعوه يعني احنا ماشيين بدعواته. بص هقول لك على سر، انا من يوم ما بدات الشغلانه دي من اول عمل عملته لاخر مسلسل كنت لسه بصور، لازم قبل ما انزل من الكرفان اكلم امي. انا نازل اصور، كل اوردر مش اول اوردر، ايوه انا نازل اصور، فادعي لي فتدعي لي فاحس ان انا مطمن وجوايا طاقه وباور. انا بجد انا يمكن البنزين اللي بيحركني هي دعوه امي بجد. الله. ربنا ما يحرمني منها يعني. يا رب يا رب يخليها لك يا محمد كده، ودايما يعني ناجح ومتالق بدعواتها كده وهي معاك دايما. امين يا رب. مبروك طبعا على الجواز، انت يعني جت متاخره شويه بس مبروك، ونورين جميله ويا رب كده تعيشوا بسعاده دايما. امين يا رب. امين. اتعرفت عليها ازاي؟ نورين بتتفرج علينا دلوقتي. اكيد. نورين انا وهي عرفنا بعض في اداب مسرح زمان. كنت انا بعد ما اتخرجت كنت بروح مع الدكاتره والمعيدين بشكل ودي ادرب الطلبه في المواد العملي بتوع سنه اولى. كنوع من انواع المساعده، وكنوع من انواع ان احنا بنحاول نعمل ان جيل بيسلم جيل، وان لازم كلنا نطمن على بعض ونوقف جنب بعض. نوع من انواع الحب يعني. كاجيال يعني. فانا كنت بروح بروح ادرب الدفعات بتاعه سنه اولى. هو انت في الصوره دي كنت بتعيط يا محمد؟ لا كنت كانت التورته هتقع. انت كنت عايط على التورته يا محمد. فكنت عامل ايوه اللي هو اوعي تقعي. كنت خايف التورته تقع مننا. بس فتعرفت على نورين زمان جدا. يعني انت تعرفها اصلا من زمان؟ من زمان، من 2014. ما كانش في اي قصه حب، كان في اهتمام بس. بالعكس ولا اي حاجه، بالعكس احنا كنا مش طايقين بعض اصلا. انا شايفها تنكة وهي شايفاني انت مكبر الموضوع يا عم. ولا بتاع بنات خالص؟ مش شايفاك بتاع بنات. انا كان وشي مقلوب أصلاً. طول الوقت انا داخل اشتغل وانا في الشغل ببقى وخصوصا في المسرح ببقى ناظر شويه. وكان طول الوقت خناقات بيني وبينها، الوحيده اللي غلبويه، الوحيده اللي بتعترض، الوحيده. فما كنتش طايقها. معلش يا نورين. بيحكي بيقول كلام حلو بسرعه. لا ولا هي كانت طايقاني، ما هي احنا بجوز كان الموضوع ما كناش طايقين بعض. الى ان بعد الامتحان خلاص بقى سالنا على بعض وبقينا اصحاب، بدانا نسال على بعض من فتره للتانيه من فتره للتانيه. الايام خدتني والايام خدتها، ورجعنا اتقابلنا تاني. انبهرت بيها. اتقابلنا وقاعدين نتكلم مع بعض، فجأة لقيت قدامي البني آدمة اللي أنا شايفها طفلة مزعجة، إنسانة ناضجة جدا، واعية جدا، دمها خفيف جدا، لطيفة جدا. حتى أنا فاكر كويس أول مرة قابلتها قلت لها هو أنت كبرتي إمتى؟ أيوه أنت كبرتي إمتى؟ فهي حتى قعدت تضحك. كان في هزار ما بين دايما بتقول لي يا عمو.